الهلال نجح في العودة بنتيجة إيجابية من تنزانيا أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني بالتعادل بهدف لهدف في مباراة كان فيها الهلال هو الطرف الأفضل، ونجح في إحراج المدرب نصر الدين النابي ورفقة إخوان كالالا في الكثير من مواقيت هذه المباراة. ولكن المهمة لم تنتهي بعد، لا تزال هناك جولة ثانية في أم درمان في استاد الهلال الجوهرة الزرقاء من أجل تأكيد المرور والعبور نحو الأدوار المقبلة في دوري أبطال إفريقيا. للحديث أكثر عن الراهن الهلالي وكواليس وتفاصيل هذه الرحلة الجميلة للنادي الأزرق، نسعد كثيرا بأن يكون ضيفنا اليوم سعادة السفير عبد العزيز حسن صالح، عضو مجلس إدارة نادي الهلال ورئيس بعثة الهلال إلى تنزانيا. سعادة السفير مرحبا بكم، شرفنا منورنا في قناة البلد. أهلا أستاذ محمد خير، ومرحب بمشاهدي قناة البلد. أتمنى أنه يعني أقدم المفيد لجمهور الهلال والجمهور الرياضي عامة. إن شاء الله. طيب، يعني سعادة السفير كانت برحلة جميلة بكل تأكيد، خاصة أنه عاد الهلال بنتيجة إيجابية من تنزانيا. أكيد كانت رحلة يعني موفقة الحمد لله. الهلال كما تعلم ويعلم الجميع كان في مدينة لومنباشي الكنغولية، نعم، حيث عقد معسكر قصير لمدة أسبوع، واصل فيه تدريبات في أجواء مثالية حسب ما تم عكسه لنا من تقارير من غيث البحسل ونايبه اللي رافعوا الفريق لومنباشي. وحقيقة الفريق أدى مباراة ودية، دار لغط كثير حولها، لكن المهم في النهاية أنه كانت المباراة يعني قدمت خدمة كبيرة جدا للفريق، ووضعت الفريق يعني امام مجهر المدير الفني فلوران، نعم، اللي هو كان طلب المعسكر، واستجاب مجلس الاداره اللي طلبه، ممثل في قطاع الكوره والقطاع الرياضي ودائره الكوره. وانا افتكر انه المعسكر بتاع لومنباشي حقيقه ساهم كثير جدا في النتيجه الايجابيه اللي حققها الهلال في مباراه السبت الماضي امام فريق اليانجا. كانت مباراة حقيقة أثبت فيها لاعبي الهلال أنه يستطيع أنه يلعبوا في أي أجواء، لأنه حقيقة الأجواء كانت يعني أجواء يعني شفتوا أنتم الملعب، يعني ملعب ممتلي عن آخره، أكثر من 57 ألف متفرج بيشجعوا الفريق بتاعهم منذ بداية المباراة أو قبلها إلى نهايتها، نعم، بصوت واحد وبنفس واحد. فما كان في رهبة لا كان من المدرب ولا من اللاعبين، والحمد لله ربنا يعني وفق الشباب طلعوا بنتيجة إيجابية. نعم، طيب يعني كيف نجحتم في التعامل مع حالة الضغط النفسي التي كانت موجودة بعد التصريحات قبل بداية المباراة من المنسق الإعلامي للشباب التنزاني، من المدير الرياضي الجديد، يعني أنه هددوا الهلال ويريدون يحققوا نتيجة إيجابية أمام الهلال، ولكن بعد ذلك كان هناك بعد وصول الهلال إلى تنزانيا تغيرت اللهجة تماما، أصبحت لهجة هادئة، لهجة مرحبة، لهجة جميلة. يعني كيف تعاملتوا مع هذا التباين؟ حقيقة الفريق وصل إلى مطار دار السلام يوم الخميس المساء، أنا وصلت قبلهم بيوم أو في نفس اليوم حقيقة، نعم، كنت مجهز بيان صحفي أو تصريح صحفي، أدينا للأجهزة الإعلامية. قصدنا من وراء هذا التصريح الصحفي أنه يمتص الحماس الشديد جدا وسط جمهور اليانجا وإدارتهم واللاعبين والمدرب بتاعهم. أكدنا في التصريح الصحفي أنه العلاقات المتطورة بين السودان وتنزانيا والشعبين، وأكدنا أنه الكرة التنزانية متطورة وأصبحت يعني تدار بعلمية، وأنه فريق اليانجا فريق كبير، لكن الهلال كذلك فريق كبير ومعروف في أفريقيا، وبالتالي اللي بيلعب وبيقدم وبيبذل الجهد وبيحط داخل المستطيل الأخضر هو اللي بيكسب. نعم. فأنا أفتكر إنه التصريح، ما أدعي إنه يعني أنا يعني من بنات أفكاري، حقيقة الفكرة طرحتها على الإخوة في مجلس الإدارة. نعم. ووافقوا وتدارسنا حوله، كان الغرض منه إن إحنا نمتص الحماس، وفي نفس الوقت نرسل رساله ايجابيه. الخبره الدبلوماسيه الكبيره لعبت دور، والله الخبره الدبلوماسيه زي الخبره بتاعت اخواننا في مجلس الاداره حقيقه. برضو من الحاجات اللي نحن انتبهنا لها وطلبنا من اللاعبين انه يعني يقوموا بها، وفرنا لهم كميه بواسطه الاخ الغايم بالاعمال في سفارتنا في دار السلام، وحييه الاخ عاصم مصطفى وكل ابناء الجاليه السودانيه.
الموجودين هناك، وفرنا كمية من باغات الورد وأعطيناها للاعبين وهم داخلين على الملعب، نثروها حول الملعب للجمهور. نعم. فكانت برضو عامل في انه الحماس الشديد جدا اللي كان ممكن يصل لحد يعني يرعب او يرهب اللاعبين، خلينا امتصينا الحماس بتاعه واللاعبين نزلوا ريلاكس، يعني نعم. كانوا يعني ما في توتر ما في، والحمد لله الامور يعني مشت كما خططنا لها. وبرضه التفاف اسره السفاره والجاليه السودانيه هناك، اضف لذلك الشعب التنزاني حقيقه شعب يعني محترم جدا، شعب راغي وشعب مهذب، يعني ما في اي نوع من انواع العدائيات، صحيح بيحبوا انديتهم وبيشجعوها بقوه وبيشجعوها يعني باساليب جميله جدا بالموسيقى بالرقص بكذا، لكن لا يتعدوا الخطوط الحمراء تجاه الفريق الضيف. فوجدنا كل ترحيب منهم من مجلس ادارتهم من رئيس النادي مستر سعيد، سجل لي البحث زياره في الفندق يطمئن عليها، وقدم الدعوه للرئيس البحث، وبعد ما وصل الاخ الباشمهندس محمد ابراهيم العلاغي نائب رئيس النادي، مشيت انا والاخ الباشمهندس لبينا الدعوه بتاعته على العشاء، وكان الحديث يعني ودي في اطار التعاون وفتح صفحه جديده للتعاون بين السودان وتنزانيا في المجال الرياضي. صحيح. حتى الاخت الاستاذه منال البشرة اللي كانت بتمثل الاتحاد العام، رئيس البعثه من قبل الاتحاد العام، توفرت لها مقابله مع نائب الامين العام لاتحاد الكره التنزاني ورئيسة الكرة النسائية في الاتحاد التنزاني، وتناقشوا حول يعني توطيد العلاقات وتطويرها وتمتينها. حقيقة البعثة بتاعت الهلال أحدثت حراك كبير جدا في تنزانيا، اهتمام الصحافة، اهتمام الإعلام، اهتمام الشارع، حتى الجمهور المنافس لفريق الشباب جمهور سيمبا كان يرابط حول الفندق. صحيح. اللاعبين نازلين للتدريب يحييهم، اللاعبين نازلين ماشيين لملعب المباراة يحيي فيهم ويشجع، وشفت يمكن اللقطات اللي صحيح عرضها تشجيع في التشجيع نادي جمهور سيمبا للهلال. طبعا معروف الحساسية الكبيرة بين سيمبا والشباب. بالمناسبة الموقف ده برضه مرة تعرض له الهلال لما لعب مع مازيمبي، جمهور فيتاكلوب شجع الهلال، معروف هذه الحساسية الموجودة، هي مسألة عادية جدا في كرة القدم. العلاقة بين المدرب فلوراني بينجي واللاعبين، يعني فلوراني بينجي في أول مؤتمر صحفي له لما سئل عن الجانب النفسي قال أنا الطبيب النفسي للفريق. يعني هذا الرجل في هذه الفترة القصيرة ممكن تابعته الآن عن كثب في معسكر تنزانيا، يعني اوصف لنا شكل العلاقة ما بينه وبين اللاعبين، وكيف نجح في صناعة هذا التقارب والذي أثر حتى على الثبات الانفعالي للاعبين داخل أرضية الملعب. والله شوف يا أستاذ محمد خير، حقيقة فلوران واحد من مكاسب الهلال في الفترة الأخيرة، وأنا أعتبر فلوران بنسي مكسب للكرة السودانية ككل، لأنه لما يكون عندك مدرب بالمستوى ده، مدرب عنده خبرة وعنده معرفة ودراية بالكرة الأفريقية، وزولة سيرة ذاتية بتاعته بازخة يعني أي فريق. صحيح. ومع المنتخب بتاع بلده رجل يعني حقيقة داهية وخبير. التعامل بتاعه أنا حقيقة يعني لفت انتباهي أنه بيتعامل مع اللاعبين كأنهم أبناء أو إخوانه الصغار. يعني تلقى في الغاعة بتاعت الطعام، طبعا واحدة من الحياة الجميلة جدا للاعبين، الانضباط العالي جدا وسط لاعبين الهلال، يعني ما يتقدم إلا يتقدم كابتن الفريق. صح. ما يتحركوا الا يتحرك كابتن الفريق. خلصوا الاكل بتاعهم ما يقوموا الا اذا نهض الكابتن محمد عبد الرحمن قائد الفريق. نعم. وهكذا. لمست كذلك، يمكن انا واحد من الناس رافقت الهلال في الكثير من البعثات على اختلاف الكباتن، عادات وتقاليد تثير اعجاب كل من يكون موجود ويتابع هذا النظام الهلالي. حقيقة انا لفت انتباهي لفت انتباهي اكثر انه المدرب المدير الفني فلوران بيجي رغم انه الدكاتره اللي رافقوا البعثه، دكتور عواض ومهند ومحمد، نعم الطاقم الطبي بالكامل، الطاقم الطبي بالكامل، هم اللي كانوا مشرفين ومسؤولين عن الطعام مع الشيف الالماني اللي موجود في الفندق، لكن المدير الفني يصر انه يجي يقيف مع كل لاعب في ظهره وبيشوفه بياكل في شنو، بيربد على كتفه، ولاحظته يشيل كمية من الأغذية والأطعمة يخطها لمن يحتاج حسب وجهة نظر المدرب. نعم. إنه مثلا لاحظت إنه بيركز كثير جدا مع الأمين جاجو، هذا اللاعب اللاعب الغامبي ذو الأصول السنغالية. نعم، الغامبي ذو الأصول السنغالية، بنيته طبعا ضعيفة
وحقيقة أنا لاحظت الدكتور برضو أو الطاقم الطبي بيركزوا عليه، لكن يجي المدير الفني يقيف بنفسه عليه، وكذلك مع بقية اللاعبين يقدم لكل لاعب الطبق أو المشروب اللي هو شايف إنه ممكن يفيده. أضف لذلك لما نيجي طالعين في البص اللاعبين أو ماشيين على التدريب بيمسك لاعب لاعب بيتحدث معه، فحقيقة العلاقة ودية جدا، والرجل يعني بصرامته جديته وعلمه اللي لكن بتحس بأنه في جانب بتاع مرح مع لعيبته، فقدر أنه يعمل توليفة جميلة جدا، وحقيقة اللاعبين بيحترموا جدا وبيقدروا جدا. فأنا أفتكر المدرب كل ما يكون قريب من لعيبته وعارف مثلا كل لاعب نفسياته شنو بيحتاج لشنو، اكيد بيكون يعني المردود بيكون عالي. طيب ساعه السفير، اجواء المباراه نفسها كانت كيف؟ يعني مباراه كانت جميله للهلال، نجح فلوران من خلال تبديلاته في الشوط الثاني انه يدرك التعادل، وكان قريب حتى من تحقيق الانتصار. انا حقيقه يمكن لفت انتباهنا كلنا الزخم الكبير جدا اللي كان بيعيشه الشعب التنزاني وتحديدا الجمهور بتاع الفريق اليانجا والشباب. نعم. منذ صباح السبت الباكر الساعه 7 8 الشوارع كلها اتقلبت للون الاخضر والاصفر اللي هو الشعار بتاع اليانجا. نعم. رجال ونساء واطفال مختلف الاعمار ماشيين بالسيارات بالدراجات البخاريه بالدراجات الهوائيه، راجلين راكبين الاتوبيسات، كلهم متجهين نحو الاستاد او الملعب. لما دخلنا حقيقه الملعب يعني ملعب كان بيغلي كالمرجل زي ما بيقولوا، والاصوات بتاعت التشجيع والانقام والى اخره، كل هذا الحماس في وسط هذا الزخم نزلت فرقه الهلال. حقيقه منظر يعني لو ما الاولاد ديل ثابتين والمدرب بس فيهم الروح بتاعت شجاعه وبس فيهم ثقه، وقبلها بيوم تحدثت معهم والاخ الباشمهندس معاذ ابراهيم العلاقي بالليل، وتحدثنا عنه انتم يعني بكره منتظراكم مهمه كبيره جدا، اسعاد 40 مليون سوداني، والمباراه بالنسبه لكم انتم كلاعبين ذات دافع خاص، لانه بالنسبه لكم المباراه دي اثبات ذات واثبات وجود، وهي بتضحكم امام، مش انه انتم تلعبوا لنفسكم عشان تجوا ترجعوا تلعبوا في السودان ثاني، بل بالعكس تكون دافع لكم انه تقدموا نفسكم، لانه في انديه وفي وكلاء لاعبين بيراغبوا ودايرين يختاروا داخل افريقيا وخارج افريقيا. ليه نحن اللاعب السوداني ما يكون عنده الدافع الذاتي انه يطور نفسه ويستغل مثل هذه المباريات عشان ما يقدم نفسه للخارج عشان يحترف؟ لانه احنا اصلا لما ننظر نلقى انه الافريقيا كلها سواء كان شمالها ولا شرقها ولا غربها متقدمين في مساله او وسط او جنوب، متقدمين في مساله الاحتراف وتقديم لعيبه في الدوريات سواء كان العربيه ولا الاوروبيه. يعني تشاهد الدوريات العربيه مصر والخليج واوروبا تلقى الفريق فيه 2 3 4 من افريقيا. صحيح. من السودان حقيقه نحن لسه الصغافه دي بدت. نعم. بدايات، لكن نتمنى انه الناس انطلقوا. نعم. ما في التجربه الناجحه المستمره. نعم. المتطوره. نعم. نعم. للاعب حقيقه يعني. نعم. الاجواء كانت يعني يعني اقول لك جميله بالمناظر بالالوان الزاهيه اللي كان بالاعلام لكن في نفس الوقت كانت المباراه ما حينها. فريق اليانجا فريق يعني كبير يعني. نعم. وفريق يتمتع ب يعني سمعه كبيره اكتسبها في خلال السنتين الماضيتين، عنده اداره على مستوى عالي من الفهم، رئيس النادي شاب، رجل اعمال ميسور. طيب يعني في هذه النقطه تحديدا سعاده السفير، يعني نشاهد الان في دول سيكافا القريبه سواء كان اثيوبيا، والهلال خاض تجربه صعبه مع سان جورج الاثيوبي. نعم. الان في تنزانيا امام اليانجا نشاهد تطور كبير جدا للانديه اليوغنديه للانديه الكينيه. يعني ما لمسته من خلال تواصلك مع رئيس نادي يانجا التنزاني، يعني كيف وصلوا الى هذه النقطه من التطور واصبحت يعني لديهم هذه البنيه التحتيه الجيده، لديهم هذا العمل الاحترافي الكبير
في سيكاف التي كنا في فترة من فترات ننظر إليها كأندية ضعيفة كدول فقيرة، الآن تطورت ويمكن سبقتنا في الكثير من المجالات. يعني النقطة الأساسية، سؤال مهم جدا، اهتمام بالجانب الإداري، التطوير الإداري. يعني كل الناس متابعة عارفة أنه في الفترة الفاتت الفريق اليانج أو الشباب استخدم المدير الرياضي من نادي مازيمبي، صحيح، والآن هو المدير التنفيذي، الاحتراف على المستوى الإداري، على المستوى الإداري في البداية، صحيح حقيقة. نعم. ودي واحدة من الحياة اللي احنا في نادي الهلال ماشيين فيها. يعني المشروع اللي ماشي فيه الهلال إنه الإدارة تكون احترافية. أنا لما أقول إدارة مش مجلس الإدارة بس، نعم. أنا أتحدث عن الإدارة التنفيذية، صحيح، القطاع الرياضي، القطاع، نعم، الرياضي، المكتب، نعم، التنفيذي، نعم، لا 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 كل المسميات، نعم، القطاع المالي. لما لو ما في مدير النادي مدير نفسه ممكن النادي يكون أجنبي في فترة من الفترات، بالضبط عنده خبرة كبيرة، بالضبط، نعم، والآن نعم، نعم، الآن في تجربة في المريخ، يعني عندهم المدير الرياضي، نعم، لاعب سابق في المريخ، سابق في المريخ، نعم، عبد الكريم النصري. فحقيقة الفكر الإداري في نادي الشباب فكر احترافي. أضف لذلك التشريعات والقوانين بتاعتهم، اتحاد الكرة التنزاني، يعني نادي الشباب عنده 12 محترف اللي بيلعبوا معاه مباريات في الدوري مسموح لهم بحسب القوانين والتشريعات بتاع اتحاد الكرة التنزاني 8 محترفين بيلعبوا في الدوري. والقيس على ذلك سيمبا، عزام، كله حسب إمكانياته، اللي جاب 12 اللي جاب 13 عندهم مسموح لهم يلعبوا 8. فنحن لازم يكون في برضو الجانب الإداري، جانب مواكبة التشريعات والقوانين. وحقيقة يعني في استغل السانحة دي وأقول إنه القرار اللي أخذه الاتحاد السوداني لكرة القدم مؤخرا كان بيصف في الاتجاه السليم والصحيح، وهو ماشي في الاتجاه بتاع إنه نحرر الكورة. يعني إحنا ما ممكن يعني اللوائح بتاعتنا والتشريعات بتاعتنا كأنها منزلة من السماء، هو لازم نحن نلقى يعني أحيانا خيارات، نلقى بدائل عشان نحن نساعد أنديتنا. فالفكرة الاحترافي اللي أدار به هو رئيس نادي سيمبا، نادي الشباب عفوا، استخدم مدرب على مستوى ونصر الدين النابي، نعم، استخدم لاعبين على مستوى، يعني من ال 12 لاعب ديل في 7 لاعبين من بلد واحدة من الكونغو، اللي هم أبناء كانوا لفلوران، يعني يمكن الناس شافوا، نعم، يعني قبل الكورة وبعد الكورة، يعني إنهم بكل الحب والود مشوا للمدرب بتاعهم وتسالموا بالأحضان. يعني ده اللاعب المحترف والمدرب المحترف، صحيح، نعم، ما في الميدان انتهت بعد 90 دقيقة، لكن الروح الرياضية والروح بتاعت الاحترام والتقدير لده مدربنا اللي دربنا في نادي فيتا ولا دربنا في المنتخب الكنغولي. ف 12 لاعب محترف اكيد بيطوروا مستوى اللعيبه الوطنيه. طيب يعني سعاده السفير برضه في جانب اخر هو جانب التسويق، يعني ما شاء الله يانجا القميص كله تقريبا اعلانات، يعني طيب ده واحد من الجوانب المهمه اللي ما قادرين نستثمر الشعبيه والجماهيريه الكبيره لانديه القمه خاصه الهلال في هذا الجانب التسويق. يعني هذه التجربه كيف تابعتم؟ يعني احنا في الجلسه بتاعت دعوه العشاء كنا بنتونس مع رئيس النادي، سالني انت 200 وكيف دخلت الجانب في المجال الإداري وأصبحت رئيس النادي. قال أنا قبل ما يتم انتخابي رئيس للنادي كنت راعي للفريق من خلال شركاته، فقال كنت ماخذ العلامة بتاعت الشركة بتاعتي بضعها في القميص مقابل، شوف المبلغ، 700,000 دولار في الموسم بالديل للنادي، وبضع علامة بتاعت شركة أخرى من شركاته في ظهر القميص. دي برضو بتوفر للنادي كان ما بين 250 ل 300 ألف دولار في الموسم. فيعني زي مليون دولار. ما يقارب المليون دولار رعاية. دي نعم. دي فقط. إعلان على القميص. إعلان على القميص من الشركات بتاعته. في الجانب الأيسر الأمامي والخلفي متاح لبقية الشركات. يعني ممكن مليون ونص بالميت كده تدخل للفريق من الإعلانات في القميص. فحقيقة التسويق يعني هناك في تنزانيا بيجد يعني حظه، وساهم في تطوير الكرة التنزانية كما
يعني تحدث لنا رئيس نادي اليانجا. فنحن نتمنى انه حقيقه يعني سفريات زي دي الناس بتمشي، اداريين بيمشوا سواء كان من الهلال او الانديه السودانيه الاخرى، من الريخ او هلال الساحل او اي نادي قدر له يلعب في بطولات الاتحاد الافريقي. اتمنى انه الناس يعني يحاولوا يستفيدوا من التجارب. صحيح، ما تبدو مجرد مباراه 90 دقيقه وتنافسيه، لا نحاول انه ودي النقطة اللي أنا جايك لها سعادة السفير. يعني من خلال خبرتك الدبلوماسية الكبيرة وعملك في الكثير من الدول، وأنت واحد من الشخصيات الرياضية المحترمة، يعني واحدة من المشاكل الكبيرة عندنا كنادي جماهيري مثل نادي الهلال إنه زي ما قادرين نسمي هذا الاسم تسويقيا، أيضا في جانب العلاقات بالأندية الكبيرة الأخرى. يعني لما تمشي أنت كممثل لنادي الهلال مسألة مختلفة تماما، يعني اسم كبير، نادي كبير، يعني متى ننجح في تفعيل هذه العلاقات وصناعة بروتوكولات وعلاقة كبيرة مع الأندية الكبيرة ممكن يستفيد منها الهلال مستقبلا؟ أستاذ محمد، قبل ما أرد على سؤالك الجميل ده، نحن في نادي الهلال حقيقة مجلس الإدارة المنتخب الحالي وقبله لجنة مجلس التسيير والتطبيع، حقيقة مجلس الإدارة خطى خطوات في مسألة الاستثمار. وقطاع الاستثمار يقوم على رأسه الباشمهندس خالد الله يطله، منذ أن كان في مجلس التطبيع والتسيير وإلى الآن، وحقيقة عبر شركة متخصصة أوتوز بوكس هي الآن متعاقدة مع النادي باعتبار أنه شغال الشغل بتاع التسويق والرعاية. فأفتكر أنه الخطوات اللي ماشيين فيها حتوصلنا إن شاء الله للهدف اللي نحن بنصبه له. ارجع لك للسؤال بتاعك، حقيقه الهلال يعني نادي كبير في افريقيا، نادي عريق، صحيح، وعلاقاته ما حتبدا به المجلس الحالي، انما علاقاته منذ وفي كثير من البروتوكولات موجوده لكن غير مفعله. نعم، حقيقه نحن في مجلس الاداره وعبر قطاع العلاقات الخارجيه ان شاء الله شغالين في مراجعه لكل البروتوكولات ومذكرات التفاهم اللي وقعت مع أندية صديقة في محيطنا الأفريقي ومحيطنا العربي، وإن شاء الله نزيد عليها ونطورها، لأنه في تطوير للمقدرات الفنية والإدارية لنادي الهلال وبتنعكس للكورة السودانية، وده ملف مهم جدا نحن شغالين فيه في المجلس، وإن شاء الله يرى النور غريبا إن شاء الله. طيب خلونا نتابع تصريحات نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الباشمهندس محمد إبراهيم العليقي للمركز الإعلامي للنادي بعد مباراة الشباب التنزان. كانت تصريحات المهندس محمد العليقي للمركز الإعلامي بنادي الهلال. تحية كبيرة طبعا للزملاء في المركز الإعلامي على المجهود الكبير اللي بيقوموا به، سواء كان في صفحة الهلال الرسمية أو صفحات الهلال الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن سعادة السفير يعني تركيز كبير سواء كان من القطاع الرياضي برئاسة الباشمهندس العليقي أو الجهاز الفني أنه صحيح الهلال عاد بنتيجة إيجابية ولكن لم يتأهل الهلال بعد، يجب التركيز حتى لا يتعرض الفريق لأي مفاجأة غير سارة، لأن كرة القدم فيها كل شيء. نعم، حقيقة كرة القدم فيها كل شيء، وحقيقة نحن في مجلس الإدارة والقطاع الرياضي نبهنا اللاعبين بعد نهاية المباراة انه دي خطوه، وبقت لنا خطوه كبيره جدا في مباراه الرد في ام درمان يوم الاحد 16 الساعه 8 مساء، والناس كلها تعاهدت انه تطوي الصفحه بتاعت مباراه دار السلام، وفتحنا صفحه مباراه ود نباي في الدوري الممتاز باعتبار انها حتكون في اطار الاعداد وفي اطار البذل وفي اطار الدافعيه، لانه يعني تعطي الفريق دفعه معنويه. وحقيقة المباراة القادمة مباراة أنا أفتكر حتكون يعني مهمة جدا جدا، الناس كلها سواء كان إدارة، جمهور، إعلام، أنا ما بقول إعلام هلالي إنما إعلام سوداني، لأنه حقيقة الأندية السودانية لما تلعب بتوقع ودل الشيء اللي احنا يعني بنشيد به، وإنه إعلامنا كله المسموع والمقروء والمرئي بيوجه تركيزه وبيوجه الجمهور نحو ادواره. ويمكن فرصه انا اطلب منك الاخ محمد تسمح لي خاطب جمهور الهلال انه المباراه القادمه مباراه الجمهور، زي ما الجمهور ملأ الاستاد وكان يعني حديث العالم اجمع يوم مباراه سان جورج الاثيوبي، نحن نتمنى انه الجمهور يحضر بكثافه ويشجع بقوه وبعيدا عن اي تفلتات
تأتي بنتائج سالبة على الفريق، بمعنى أنه نحن نشجع فريقنا ما نتعدى الخطوط الحمراء اللي بيضعها الكافة والفيفا، ما في نزول لأرض الملعب، يكون ما في شماريخ تطلق داخل الميدان ولا تغزف غوارير مياه، ونحن بنثق في جمهور الهلال، جمهور واعي، والجمهور الرياضي السوداني عامة جمهور واعي، جمهور حصيف، وجمهور الهلال في سنوات سابقة كان بيحوز أو بيفوز بجائزة جمهور المثالي في التشجيع، في التشجيع النظيف. فنحن نتمنى من جمهورنا أنه يكون تشجيعه مثالي وتشجيع قوي، بعيدا عن أي مؤثرات قد تؤدي إلى عقوبات تمنع جمهورنا من دخول المباريات الهلال في الفترة القادمة، وتحرم اللاعبين، لأنه الجمهور بيمثل لهم 80% من قوة الدفع، خاصة في المباريات الأفريقية اللي بتكون في ملعبنا، بالذات أنه ما صدقنا أنه رجعنا بالضبط كده من بعض الوقت الطويل تحت الكورونا وإلى آخره، التفاصيل المعروفة. الاتحاد الأفريقي اللي كان بيحدد عدد الجماهير، عشان كده ما ندي الأندية الأخرى والاتحاد الأفريقي فرقة في أنه نرجع مرة ثانية لعدد محدود من الجمهور. طيب يعني مجلس الإدارة تعرض، ما أقول له هزة، ولكن يعني لجنة الانضباط بعض أعضاء الجمعية العمومية قدموا شكاوى للجنة الانضباط بنادي الهلال، يعني هذا الأمر كيف تم تداوله لديكم في مجلس الإدارة؟ والله هي واحدة من الإفرازات تحت الديمقراطية. نعم. وإنت الديمقراطية عشان يعني تطبقها وتمارسها لابد انك تتحمل تبعاتها، ومن حق الاعضاء مجلس جمعيه الهلال العموميه انهم ينتقدوا المجلس، من حقهم انه يقدموا عرايد او شكاوى للجنه الانضباط، وهي كلها اجهزه عدليه تم إجازتها من قبل أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع الأول اللي عقد في قاعة الصدارة، تمت بموجب إجازة النظام الأساسي لنادي الهلال. بالتالي الحراك ده تم كله في داخل الإطار الديمقراطي للبيت الهلالي. إحنا كما ذكر الرئيس مجلس الإدارة هشام الصوباط ما بنحجر على أحد، لكن كان المستغرب إنه التوقيت. نعم، هو حتى يعني البيان طلع من السيد الرئيس هشام الصوباط، نعم، تحس فيه لهجه بتاعت احباط. نعم، حقيقه في وقت كان الكل في مجلس الاداره والجمهور والاعلام كله بهيئ في الهلال لمباراتي الشباب الاولى والثانيه. نعم. في الوقت ده يتقدم اثنين من اعضاء الجمعيه العموميه للاسف في توقيت غير مناسب بشكوى، ولجنه الانضباط مع كامل الاحترام والتقدير لها، لكن تحديدا لوقت الاستدعاء عدد من الزملاء في مجلس الاداره يعني كان ما مناسب، ولكن الحمد لله تم احتواء الموضوع بالامس. نعم. الحصل انه تم التواصل مباشره مع اعضاء لجنه الانضباط والاخلاق، وطلب منهم بواسطه بعض الاخطاب والحادبين انه يرجئوا الجلسه اللي كانت مفروض تعقد امس. نعم. الى ما بعد مباراه الرد يوم الاحد، وهم استجابوا مشكورين، و يعني تم تأجيل الجلسة. إلى ما في المجلس تقرؤون هذا الأمر يعني في إطار الحراك الديمقراطي العادي يا سعادة السفير، ولا يعني البعض يتحدث عن أنه قد تكون هذه بوادر معارضة وهي مسألة موجودة في الهلال منذ الأزل؟ يعني والله يا أستاذ محمد كل شيء وارد، لكن نحن خلينا نفترض حسن النية، نقول أنه هي في إطار الحراك، لكن برضو السؤال ايش معنى ليه الحراك ده بس في التوقيت ده بالذات؟ نعم. ولا يقدر هذا الـ 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 الحراك اللي قاموا به اثنين من اعضاء الجمعيه العموميه، ما يقدروا الجهد الكبير جدا اللي بيبذله رئيس مجلس اداره نادي الهلال الاخ هشام الصوباط، ولا الصرف الكبير جدا اللي بيصرفه على النادي؟ صحيح. ولا يقدروا الجهد اللي بيقوم به نائبه الاخ الباشمهندس محمد ابراهيم عليقي ومساعد الرئيس والامين العام ونائب الامين العام، المجلس ككل يعني ككل يعني كلهم في ادوار محدده له في اطار. نعم، في الاطار اللي بتتيحه يعني حركه الديمقراطيه والحريه، الناس على الاقل انت يا اخي قدر المجهود الكبير والسهر اللي بيسهرون نازل وشباب من الهلال، سواء كان من الرواد ولا من حتى المشجعين،
في المباريات السابقة شفناهم بيقفوا في أبواب التذاكر ويبتهدوا، وحتى اللاعبين كان ممكن المسألة تنعكس عليهم بالسلب. صحيح. حاولنا فعلا نبعدهم هم والجهاز الفني بتاعهم، لكن هم في النهاية موجودين في المجتمع الرياضي والسوداني، يعني بيطلعوا على البدور في الوسائط وبيسمعوا من أهلهم من أصدقائهم من. فأنا حقيقة كان في استغراب كبير جدا مننا في مجلس الإدارة لما تم، لكن الحمد لله يعني استجاب أعضاء لجنة الانضباط وأجلوا نعم الاستدعاء لما بعد مباراة الشباب. سعادة السفير، يعني أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم في قناة البلد، شرفتنا ونورتنا وتعرفنا منك على يعني الراهن الهلالي، وكل أمنيات بالتوفيق إن شاء الله للهلال في مباراة الرد أمام يانجا التنزاني. شكرا أستاذ محمد، شكرا لقناة البلد، ونتمنى إن شاء الله نفرح كلنا ونفرح الشعب السوداني كله يوم الأحد بعد صافرة الحكم بنهاية المباراة إن شاء الله. إن شاء الله. عودة الدوري الممتاز للدوران من جديد مع مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور علي محمود، ولكن بعد الفاصل.